بسم الله الرحمن الرحيم. ورشتنا اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كون مركز وطني للتأهيل متعاون مع المنظمة في مجال تدريب القدرات والكفاءات العلمية. اليوم نحن بنناقش كثير من المواضيع المتعلقة في مجال الإدمان وخاصة تجارب مركز وطني للتأهيل في هذا المجال ونتائج ورشات العمل اللي صارت في الفترة الماضية، نتائج الدراسات اللي تمت ومناقشتها على مستوى الإقليم وتفضيل أفضل الممارسات. راح تركز الورشة على تقديم برامج الرعاية الصحية الأولية وحوكمة هذه البرامج، راح تركز على جوانب الممارسات الصحيحة في هذا المجال وخاصة في مجال العلاج والرعاية اللاحقة، الحضور من دول شرق المتوسط وتقريبا 22 دولة. مركز وطني للتأهيل الحمد لله يزخر كونه المركز الوحيد المتعاون مع المنظمة، وبالتالي هذه الورشة راح يعني يستفاد من النتائج الإيجابية للمركز ونتائج الإيجابية لبعض من الدول اللي تخوض في مثل هذه البرامج.